نصور فيديو ونشوفكم الاسعار سعر مقارنه باسعار الدول، فرجيكم كيف الاسعار رخيصه جدا. تعالوا نشوف مثلا عندكم هاي شوكولاتة مثلا، هاي صار قديش حقها؟ 49 بيسو. الدولار اذا قلنا ب 140 145، يعني من هاي تشتري ثلاثة بواحد دولار، مش وحدة، ثلاثة بواحد دولار. فشوفوا لنا وقارنوا الاسعار، الله يرضى عليكم. هذا الكيس مثلا، هذا كيس بقلبه قديش؟ 340 47 فاصلة 50، سعره 400 جرام، عفوا هي 400 جرام يعني نصف كيلو بسكويت. قديش حقه؟ 139، يعني 1 دولار، اقل من 1 دولار. يلا نشوف اللي بعده. هدول بسكويت مثلا، هدول في 2 ب 55 بيسو، يعني هدول تشتري 6 ب 1 دولار. ماشي، بفرجيكم الاسعار، بفرجيكم هي مثلا الشيلاتينا قديش حقها؟ 49 50 بيسو، يعني 3 ب 1 دولار. ماشي، يعني ما بعرف، انا بدي اعمل دروس بالاقتصاد والتوفير لاشرح للناس كيف هي الاسعار وكيف توفروا وكيف تشتروا. والقاعدين الناس اللي عم بيحكوا بيقولوا الارجنتين غالي، لك رغم اقتصاد الارجنتين ورغم ارتفاعه ورغم كل شيء، الاسعار هي محافظه ولساتها ما اختلفت شيء. ليش؟ لانه الرئيس عامل بريسيو كويدادو، بريسيو كويدادو يعني ما بيحق لهم يرفعوا الا تحت رقابه الدوله. ماشي، فالناس اللي عم بتقول لكم الاسعار غاليه وما بعرف شو، يعني والله العظيم ما بعرف، علبة المايونيز حقها 60 65، يعني بتشتري 2.5 علبة مايونيز. ماشي، من هي الماركة الغالية، من الماركة الغالية أحسن ماركة، تشتري 2.5 بواحد دولار. إذا بدك تشتري واحد كبير، شايفين قديش وزنه؟ واحد 950 جرام حقه 150، يعني تقريبا 1 دولار. ماشي، عندك هون مثلا هي أرخص، هي المايونيز هذا رخيص 30 بيسو. 30 بيسو قديش وزنه؟ ها 30 بيسو وزنه 250 جرام. تخيل، يعني من هذا اذا بدك تشتري الارخص بتشتري مثلا لتر ونصف من هذا، لانه حسب الماركه. ماشي، هي مايونيز 37 بيسو، 37 بيسو. الكاتشاب 70 76 كاتشاب، اوكي سعره يعني بتشتري 2 ب 1 دولار كاتشاب. المستصفى شو كمان بدي صور لكم؟ الزيتون، تعال نشوف سعر الزيتون. ماشي، اعطينا كيس زيتون هاد حقه 80 82، شوف وزنه بس اعطيني اياه بعد اذنك. هاد زيتون اسود 180 جرام. ماشي، 82 هاد الزيتون الغالي، والزيتون الرخيص هذا عاملين عليه عرض. ماشي، الزيتون الاخضر شايفينه 45، يعني ثلاثة بتشتريهم 180 جرام، ثلاثة بتشتريهم ب 1 دولار. طيب ماشي، خلينا نشوف هذا الزيتون الكبير قديش سعره. هذا الزيتون الكبير حقه 144، يعني 1 دولار بالضبط. قديش؟ نصف كيلو، نصف كيلو زيتون شايفينه قديش سعره؟ نصف كيلو زيتون 1 دولار. خلينا نشوف، بدي افرجيكم الاسعار هلا، اشياء ثانيه نمشي نشوف، في اشياء كثيره. بدي فرجيكم سعر اللحمة واللي بيحكي عن اللحمة وعن الطحين، ما بعرف يمكن رح أعمل دروس للاقتصاد والتوفير حتى لأصحاب المطاعم اللي قاعدين اللي عم يعلقوا، اللي هن بيروحوا بيشتروا من الميركادو السنترال وأرخص من هون بكثير، لأنه هذا سعر فعلا مفرق، والميركادو السنترال سعر جملة. الطحين شوفوا ما أحلى الطحين، كيلو طحين ب 30 بيسو. ماشي، كيلو طحين ب 30 بيسو، لك هذا سعر المفرق. لو بسعر الجملة عم تجيبه وبتبيعه انت وبتاخذه للمطعم قديش سعره؟ ماشي، لا خلينا نروح على اغلى سعر كيلو طحين 35 بيسو، اغلى من 35 ما في. مثلا في انواع ثانيه، خلينا نقول هذا الـ40 46، يعني بتشتري 3 ب 1 دولار. لك لو بدك تشتري من هام احسبها ب 30 بيسو كيلو طحين، ب 30 بيسو يعني تشتري 2 4 5 تشتري لك 6 كيلو طحين ب 1 دولار، 6 كيلو طحين بيطلع حقهم 1 دولار، وين صارت بأي دولة؟ لك تعال نشوف كيلو السكر، هي كيلو السكر، تعال دخيل عينك والله 62 بيسو، هي الإشارة هي اللي بتشوفوها، هي خط واحد، هي مو دولار، هي بيسو أرجنتيني، لما بتكون خطين بتكون دولار، 62 بيسو أرجنتيني، يعني بتشتري 2 كيلو ونص سكر ب 1 دولار. لك شو بدكم؟ لك الشاي، تعال والله لفرجيك الشاي قديش صار له الشاي، وأنواع كثيرة كمان. ماشي، هاي الشاي، الشاي سعره
50 54 وشاي ظروف ماشي وماركة مثلا، يعني بواحد دولار تشتري اثنين علبتين شاي ونصف فيها 50 ظرف، 50 ساكو 50 ساكيتو. لك شو بدك احلى من هيك؟ لك القهوة، لك تعال لفرجيك القهوة، والله لفرجيكم كل شيء، ما خلي شيء الا ما فرجيكم اياه اليوم، لحتى فرجيكم هدول الناس الاغبياء اللي بيطلعوا مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا الحياة رخيصة وغالية وما بعرف شو وما في منه هالحكي. لك هدول ما انا عرفانين ربهم وين ساكتهم. القهوة شوفوا معركة ديميل، اللي بده يدور على رخيص في رخيص لك، والغالي حتى لو كان شو ما كان يكون غالي ماشي، قد ما كان غالي حيكون ما بيوصل لكذبهم ونفاقهم، ما بيوصل لكذبهم ونفاقهم. تعرفوا ليش؟ انا بقول ليش، ان هدول اللي بيطلعوا مواقع التواصل الاجتماعي ما بده الناس فقراء يجوا يطلبوا مساعده، لك ما بده الناس فقراء يجوا ولاجئين، لانه هذا ما بيستفيد منه شيء. لك هو بده مستثمرين اللي بدهم يجوا سياحه وسفر ماشي، مشان شو؟ مشان يستفيد منه. اذا اجى له واحد فقير قال له ساعدني، شو راح يستفيد منه؟ هذا بيضيع له وقت. الحل عني انا فاضي لك الحل، ماشي تعال نشوف هالحليب. هاي الحليب قديش سعره؟ لتر الحليب ماشي بالعلب طبعا بالاكياس ارخص 45 بيسو ماشي، هذا بسعر الحليب، يعني بواحد دولار تشتري 3 لتر حليب ماشي. تعال نشوف هون الحليب ارخص طبعا لانه اكياس حسب نوعيته. هلا بدي اخذكم على سعر الزبدة ماشي، تعال نشوف سعر الزبدة قديش سعر ماشي. هاي سعر الزبدة 49 بيسو. قديش وزنها هاي؟ هاي مارغرينا وزنها 200 جرام، يعني بتشتري 3 من هدول 600 جرام، اكثر من نصف كيلو ماشي 3. قديش حق هون؟ حقهم 1 دولار. صلينا على النبي الله عنا. يلا نشوف اللي بعده، الجبنة. تعالوا نفيكم أفرشيكم أسعار الجبنة. الجبنة ماشي، كيلو الجبنة بيقولوا لكم كيلو الجبنة حقه، هات أعطينا جبنة الشرق هو ما فيها هذا باكيت جبنة ماشي من نوعية معروفة ومشهورة هون ماشي، حقه 177 بيسو. قديش وزنه نفرجيكم الكاميرا 520 25 جرام، يعني اكثر من نص كيلو، نص كيلو حقه 177، يعني تقريبا دولار و20 سنتاو. صلينا على النبي. يلا ناخذكم على اسعار اللحمه، تعال نشوف اسعار اللحمه، هات اسعار اللحمه نشوف، هات اعطونا طبع هذا اللحمه لنشوفه كم سعره وكم وزنه، ما في غيره ناخذ لحمه، ما في غيره نباع اللحمه كلها فتر من بعد لحمة. هاي الدجاج ماشي، ها ماشي قديش وزنه؟ 150 57 وزنه 850 جرام، 850 جرام حقه يعني واحد دولار. لحمة مفرومة ماشي، لحمة مفرومة 850 جرام 150 57، يعني حقه دولار واثنين ثلاثة سنتافو اثنين وثلاثة. ماشي اوكي، نحن عم نحكي مقارنة بالاسعار، وهذا لو بتجيبه انت من الملحمة من عند الجزار بتجيبه ارخص. نشوف سعر الدجاج، ناخذ واحد سعر صدور الدجاج ماشي، اه الزيت ماشي، هاي واحد زيت ماشي، واحد زيت قديش حقه؟ 150 52 بيسو، يعني هاي فيها واحد لتر ونص حقه واحد دولار تقريبا ماشي. هاي قديش حقه هاي؟ هاي صدور الدجاج ماشي ومعلبة هي، لو تاخذها بالكيلو من عند الجزار ارخص كمان، لانه الجزار ما بياخذ منك حق البلاستيك والتغليف، حقها 107 بيسو يعني اقل من 1 دولار. فيها قديش؟ فيها 6، فيها 6 قطع ماشي. صدور الدجاج مشفاية بدون عظم حقها 220 بيسو، يعني دولار وربع تقريبا، دولار وربع. لك بدي ورجيكم العصير والكوكا للساعة، تعالوا نفرجيكم، والله نفرجيكم كل شيء، والمي كل شيء. المي 41 بيسو، والمي هون ما في داعي تشتريها لأنه المي هون بلد نهر، بتيجي المي من الحنفية دغري مباشرة للشرب ماشي. هذا العصير ماشي حقه 40 46 بيسو، يعني
تقريبا تشتري ثلاثة من هدول بواحد دولار، ثلاثة بواحد دولار ماشي، من هي الماركة ماركة صناعة محلية دي. طيب ماشي، هلا إذا نحن ماركة صناعة محلية، هي كوكا كولا ماشي شايفينها ماركة دي قديش حقها؟ 47، يعني تشتري كمان ثلاثة بواحد دولار. خلينا بكل روح لعند هدول الناس شايفين حالهم وما بيشربوا غير كوكا كولا وبيبسي، اللي بده يشرب كوكا كولا الغالية حقها 140 48، يعني هاي حقها واحد دولار، هاي حقها قديش؟ واحد دولار. تشتري من هاي بواحد دولار ولا تشتري ثلاثة بواحد دولار صناعة أرجنتينية ماشي، أو تشتري بيبسي بثمانين تسعة وثمانين بيسو ماشي. عاملين عليها عرض، شو بدي أحكيكم أحكيكم، خليني ساكت ما بدي أفضح أكثر من هيك، أحكي على مواقع التواصل الاجتماعي فرجون للناس، جهل الناس اللي بتطلع بدها تحكي، اللي بده يحكي ويطلع مواقع التواصل الاجتماعي يحكي بالأدلة وبالبراهين ويفرج أشياء ملموسة، ما يتكلم حكي فاضي ماشي، لأنه هذا الحكي الفاضي اللي كان يدل على صحة إنه هن أغبياء، صحة غبائهم. ماشي، ما تعال نشوف دواء الجلي. هذا دواء الجلي قديش حقه؟ هذا دواء الجلي يا حبيب قلبي حقه 50 54، يعني بتشتري تقريبا ثلاثه من هدول بواحد دولار. انا هي وحده منها بتكفيني شهر كامل، اذا بدي اشتري ثلاثه بكفوني ثلاث شهور ماشي. او هي ماركت دي هي ارخص لسه 53. والله العظيم شو بدي احكي الواحد لك، محارم الحمام شوف قديش حقها 50 59، يعني بتشتري اثنين باكيتين ونص بواحد دولار. لك اعملوا حسابات يا جماعه، اعملوا حسابات شوفوا الاسعار. والله انا ماني جايب شيء من هي، مو سوبر ماركت تبع بيت ادو، اليوم عملت تخفيضات مشان الفيديو تبعي. تعال شوف المعكرونه 33 بيسو باكيت المعكرونه، يعني تشتري سته من هذول بواحد دولار. ايه يلا اللي بعده يا ابو سعد، ولا فرجيكم الاسعار كمان. الطماطم عاملين عليها عرض 3 ضرب 2، لك شو بدكم احسن من هيك يا مرحوم الوالدين؟ شو سعرها اذا وحده لحالها 48، لك اذا بدون عرض قديش حقها 48 بيسو ماشي، يعني 3 ب 1 دولار، اذا مع العرض قديش بتطلع؟ يعني بتاخذ لك 4 ب 1 دولار، لك شو بدك احسن من هيك؟ وين عايشين؟ عايشين بجنه. هاي المعكرونه عاملين عليها عرض 3 ضرب 2 55، بس الرز تعال نشوف الرز شو سعر الكيلو، هاي قديش حقه؟ هذا قديش وزنه؟ اول شيء مشان ما يقولوا عم بيكذب بالاوزان، هذا قديش وزنه؟ 500 جرام، نص كيلو حقه 33، اذا بدك كيلو ناكل كيلو حقه 60 64، يعني بتاخذ لك 2 كيلو بواحد دولار، شو بدك احلى من هيك؟ 2 كيلو رز حقه 1 دولار. قارنوا لي الاسعار عندكم بالوطن العربي واعطوني هيك لمحه وفكره لشوف المكشوف، لشوف شو يعني وين عايشين هدول الناس اللي بيقولوا لك اقتصاد؟ لك هاي كلمة اقتصاد وعم بيطلع وعم بينزل، انا ماني بدافع عن الحكومة، هاي لعبات سياسية ماشي، لعبات سياسية محلية، كل واحد بيتكلم بيحكي مثل ما بده ماشي، بس نحن الحقيقة والمنطق بنقول يعني الدول اللي فيها حروب الناس عايشة فيها ومبسوطة واقتصادها اخر من اقتصاد الارجنتين على المؤاخذة بهي الكلمة يعني، ومع ذلك الناس عايشة فيها. الارجنتين شفتوا لي واحد ارجنتيني رايح على دولكم العربيه عايش فيها؟ ما في ولا ارجنتيني. ليش؟ ماشي، هاي المي 39 بيسو، يا سلام اشتري لك سته من هون، شو بدك تساوي احسن من هيك؟ شو بدك تعمل احسن من هيك؟ ماشي، اسعار كلها رخيصه، 55 هاي عاملين على عرض كبير، يعني بتشتري لك اثنين بواحد دولار، هاي 38 كله رخيص يا بلاش. شوف مثلا معجون اسنان الشامبويات، تعال نشوف معجون اسنان الشامبويات من هون، خلينا نشوف ماشي، يجي للاولاد مثلا، خلينا نروح على الشامبويات لهون اخر قسم الصناعات المحليه ماشي. وطبعا هلا بنحكي فيديو، رح اصور لكم فيديو ثاني افرجيكم ايش فيه. هي هذا شامبو صناعه محليه، شوفوا قديش وزنه 300 بيسو، بس قديش وزنه؟ هذا بقلبه 650 جرام ميلي، 650 جرام ماشي، يعني 300 بيسو يعني 2 دولار، 2 دولار ل 300، لأن 150 بيطلع 1 دولار تقريبا، 2 دولار ماشي.
شوفوا هذا شامبو كمان عاملين عليه عرض، قديش حقه؟ 50 51 بيسو. كم وزنه هذا بالكيس؟ 300 جرام ماشي، يعني تشتري ثلاثة من هاد بواحد دولار. لك اللي بدور على رخيص بلاقيه، كله موجود كله رخيص. لك يا بلاش تعال شوف تعال شوف، هاي واحد شامبو هون تحت هذا ما شايفينه 126 بيسو بس وزنه اخر، هذا بيطلع حقه اقل من واحد دولار. ما لك تعال ماركت كومبيت كم ماركة؟ 243 بيسو. لك شو بدك احلى من هيك ماركة؟ واحد دولار حقه دولار بالضبط دولار. قال شو لك اذا بدك تشتري الارخص صناعة محلية حقه 80 83 ماشي، اذا بدك ارخص في ارخص كمان كله موجود، بتدور بتلاقي. بس هدول المريضين نفسيا مناخيرهم بالسماء ما يقولونا انه ما في شيء. انا اللي علي عملته والباقي على الله ماشي، وعم صور وراح ضل صور وراح ضل فرجيكم الاسعار بالتاريخ وباليوم وبالساعه. نحن ب 2020 بالشهر التاسع اليوم يوم 20/9 ماشي. مواد التنظيف كلها صورت لكم اياها. شو بدكم دواء الغسيل؟ تعال فرجيك دواء الغسيل. هاد كيس دواء الغسيل قديش حقه؟ 63 بيسو ماشي، يعني تشتري ثلاثة بواحد دولار. لك شو بدك احسن من هيك؟ الحمد لله خلينا ساكتين ما بدنا نقول شيء، بدنا نقول بس لهدول اللي ما عندهم خبرة بالحياة واللي لسه بدهم فت خبز يتعلموا ويصير عندهم خبرة وبعدين يطلعوا يحكوا. لأنه هيك الناس بعدين وقت بتطلعوا بتحكوا بتناقضوا حالكم بالكلام، بتضحك عليكم ماشي، بتصير يعني هيك تلقائيين لحالكم انتو مضحكة، بصير الفيديو تبعكم كوميدي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونكون عجبكم. هلا رح اعملكم فيديو بعده ونزلكم اياه، فرجيكم على الصندوق رح اشتري اغراض بس لمدة اسبوع قديش حيطلع حقكم ماشي. والسلام عليكم.